روى أبو ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: يا أبا ثعلبة، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، ودع العوام، إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم، للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر 50 منكم. قلت: بل منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا.